ابدا يا محمد. صباح الزفت على دماغك، يلا حمل على باشا نتكل على الله. الزمك يا اسطى، الزمي اصل يا علي، جه في وقت حمل العربيه. عبود 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 100 جنيه يا علي، 100 جنيه يا علي، 100 جنيه وحد الله. هم 50 جنيه مفيش غيرك، ولا تاخد الحته بتاعتك؟ لا يا عم خلاص يا عم، 50 جنيه 50 جنيه. طب احسب ولا حاجه، بس شوف بقى مين بقى اللي هيجيب لك القروش الجامده. هنجيب بعون الله، حمل انت بس على بال ما ايه ما نظبط كده. عبود مظلط، بقول لك ايه، بقول نكتتك فين بقى عشان نستنى كده ونظبط الجامده. قول يا معلم. حلو يا علي، عمل انت على بال ما نلف خلاص بقى. عبود عبود مظلط، عبود 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 مظلط، عبود 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 مظلط، عبود بشفا ان شاء الله. تقدر تيجي يوم الجمعه باذن الله؟ اتفضلي. مظبوط، مع السلامه. الله يسلمك. لو سمحتي نزلي راسك هتغرقي ميه. انت ازاي بتشدي شعرك كده؟ انت مجنونه؟ انت اصلا مش عارفه تعملي حاجه، فضلي روحي عند هي عادي تغسلي شعرك. استاذ عادل، الانسه نينا عايزاك تغسل لها شعرها. نينا؟ هو انا كل مره لازم اتحل عليك عشان تغسلي شعري؟ انت عارفه انها مش شغلانتي يا انسه، بس عشان خاطرك اشتغلها. تحب اعمل لك فتله كمان؟ ما تكلمني حد زي ما بكلمك. اعمل لك ايه يعني عشان تعملني كويس؟ بلاش تعملني كويس، عاملني عادي ولا صعب عليك دي كمان؟ انا بعاملك عادي. تحب كريمه انسه؟ ايوه احب. عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ اضرب لك مزيكه حصب الله اول ما تشرفي؟ حاضر، اوعدك المره الجايه هتلاقي استقبالي ليه بيكي. عادي، ايه لازمتها الطريقه دي؟ هو انا كنت دوست لك على طرف دلوقتي؟ انتي ما تقدريش تدوسيلي على اي حاجه. طب ايه لازمه الطريقه دي معايا؟ دي طريقتي وانتي عارفه. ما هي النصيبه بقى ان انا عارفه ان دي مش طريقتك ولا حاجه. انت كنت لسه بتحبني؟ انا حاسه ان انا وحشتك نادية. طلعيني من دماغك. مش عارفة. أنا مش فاهم يعني، أنت عايزة إيه بالظبط؟ يعني مش فاهم، ليكي شوق في إيه؟ ليكي شوق في إيه؟ عايزاك تعملني بطريقة حلوة. أنا خيرتك وأنت اخترت اللي يريحك، فما ترجعيش بقى تحومي وتحرجمي عشان أنا خلاص رشيت مية. وأنا لما أتجوزوش هيوجع حتة مني وأنا غيره. أي بيوجع. أي بيوجع. أما لما نخش على التقيل هتقولي إيه؟ بيوجع. خليكي بتبرقي، بيطلع لطي كده اللي يطلع عليكي يتزحلق. وبعد بقى ما نخلص عايزاكي تاخدي حمامك المتين، خديها كده ورشيها في الحمام يا حاجه، وبعد كده تدعكي جسمك بحته ثلج كبيره عشان كل مسام جسمك تقفل. ماشي؟ بصي بقى، مستورد الكريم ده يا حاجه والمصحف وغلاوتك عندي. الله يخليكي يا حبيبتي، ده عشان تجيبيه من بره مش اقل من 300 جنيه، بس عشان عروستنا الحلوه فرحها النهارده 150 جنيه بس يا حبيبتي. النهارده يوم مش زي اي يوم، مش بس عشان الماتش، لكن كمان لقيت معانا النهارده فقره فنيه جدا جدا، مفاجاه كلكم مستنيينها من زمان. لاول مره حصريا على شاري لايف معانا على الهواء القنبله الفنيه نينا. شاركونا باتصالاتكم وايميلاتكم عشان نسالها الاسئله اللي انتوا نفسكم تسالوها لها من زمان. وبنينا لغايه فقره نينا، خليكم معانا. هنقابل لعيبه منتخب مصر في غانا، وهنشوف مع بعض ازاي بيستعدوا للقاء التاني مع اسلوب الكاميرا.
معانا النهاردة فقرة فنية جداً. كل مرة كده يجي متأخر ويوتر أعصابنا. طبعاً طبعاً نضرب له بقى سجارتين وكاس. النهاردة يوم مش زي أي يوم. مش بس على كلمات. جاهزين؟ هتفتكر؟ ولا هتفتكر ولا حاجة. تركيزك بقى زيرو. ثلاثة تو اثنين واحد هوا. النهارده يوم مش زي اي يوم، مش بس عشان الماتش اللي كلنا مستنيينه طبعا، وهنشوف ازاي الفراعنه هيقابلوا اسود الكاميرون في غانا، وهنشوف ازاي منتخبنا بيستعد للماتش ده، لكن كمان عشان عندنا قنبله فنيه عملت قلبان مؤخرا في عالم الفيديو كليب. هتكون معانا الفنانه الشابه نينا. نفس المنبع. ابعدي الكلب عني يا حنان. شيلي كلب عني يا حنان. كل مره هتعملي الازعرينه دي يا ريهام. روحي يا حنان اعملي لنا عصير. معلش انا متوضيه، انت عارفه بقى. متوضيه برضو ولا خايفه؟ طب ما تتوضي تاني يا ستي. معلش ما تخافيش. قولي لي عامله ايه؟ الحمد لله هي ماشيه يا مدام نيفين. كويسه الحمد لله. ورحتي لمحي منيره؟ اه رحت لهم النهارده. ربنا يشفيها يا رب ويشيل من عليها. وجوزها راجل امير الامراء والله. طب هتروحي لهم تاني امتى؟ كل جمعه ان شاء الله. انت قولي لي بقى عامله ايه مدام نيفين؟ انا الحمد لله تمام. خدي يا ريهام. طب مستعجله على ايه؟ مش لما ناخد الحقنه الاول؟ لا انا مش هاخد الحقنه النهارده. ليه؟ اصل انا يعني شاكه احتمال يكون في حمل. يا الف نهار ابيض. انا قلت لك ما فيش حاجه كبيره على ربنا ابدا. انا لسه ما اتاكدتش لما اروح للدكتور واتاكد من نتيجه تحليل الدم. لا ان شاء الله هتتاكدي. وبعد 9 شهور حاجه هنا هلعب مع النون. ان شاء الله. حنان في كيس ابيض كده في اوضه الليفنج هتجيبهولي. ما تفرحيش قوي كده. انا لسه ما اتاكدتش، لما اتاكد الاول. لا ان شاء الله هتتاكدي. اصلي بفايبه وتستاهلي كل خير والله. ميرسي يا ريهام. خدي بقى دول بك. ده كتير قوي. طب مش تشوفيهم الاول؟ الطرح دي حلوه قوي. بس دي مش طرح، دي شيلان. بس لو عايزه تستخدميهم طرح براحتك. شيلان ولا طرح هو كله بيغطي. حاضر يا عم الشيخ. حاضر يا سيدي. خلصها خليها تعدي قدام. يعني انا بقطع نفسي مزاجي دي الباقي. ما تصبر. خلصي بقى اهو. خلصت. حاسب حاسب يا اخي. حاسب يا اخويا. استغفر الله العظيم. اوعى نزلني. انزل من قدام. طيب ما تحاسب يا عم الشيخ. ست اوعي ارجوك. حكيني اوعى بقى كده وضوئي اتنقط. ازيك يا علي؟ استنى علي. ايه في ايه؟ هات الشنطه دي يا فتاش. ليه ان شاء الله؟ تعليمات امن. تعليمات الامن دي عليا انا علي؟ ايوه هي تعليمات الامن كده. فتش يا اخويا. ياكش تلاقي قنبله تنفجر في وشك يا بعيد. هي تعليمات الامن كده. بالراحه تفتح الشنطه. ما فيهاش حاجه، اتفضلي. ما لقيتش صاروخ صغير؟ لا ما لقيتش. ايوه يا محمد. هي طالعه دلوقتي. حماده يا عسل. استني المدام هنا. ليه وانا مش هخش لها جوه؟ لا مشغوله شويه، استنيها هنا. العطلة اللي على الصبح دي بقى. فصلنا ورجعنا لكم. وزي ما وعدتكم الفقرة الفنية عندنا النهارده هي فقرة غنائية مهمة جدا، عاملة قلبان في عالم الفيديو كليب. حيوا معايا الفنانة الشابة القنبلة نينا. I know.
ايدك ابوس ايدك يا مدام. والختمه الشريفه كل مكوناته طبيعيه. صدقيني يا مدام ده كل صاحباتك واخدين منه الا ما واحده اشتكت منه. لعلمك بقى انا كلمت كل صاحباتي قلت لهم على عملتك، فخديها من عصرها وما تروحيش لاي حد من تعرفي او يعرفني. طب وليه قطع الارزاق ده بس يا مدام؟ تستاهلي، واضح انك عمرك ما جربتيش الكريمات اللي بتبيعيها. احنا فيها يا مدام، انا ارضى على جلدي حاجه وحشه؟ اللي مرضهوش لنفسي مرضهوش لحضرتك. بصي يا مدام اهو اهو انا بالصدفه اهو معايا علبه اهو يا مدام. بصي معايا علبه اهو، احط لنفسي حازي نفسي بايديا يعني يا مدام اهو. والمصحف والختمه الشريفه طبيعي ومستورد يا مدام. وبعدين حضرتك ليه بتحطيه ثلاث مرات؟ ده بيتحط مرتين بس في اليوم يا مدام. وبعدين حضرتك ليه بتحطيه وتستهوي او ليه بتحطيه وتنقعي نفسك في الشمس؟ ما هو غلط. الشمس وهي الشمس تعمل كده؟ ده انا واللي دخلوه الفرن. انت يا بنت افتكرتيني حواجيه وجايه تضحكي عليا؟ لا يا حبيبتي انا مصريه 100 100. ما هو باين يا مدام دي قرصه ودن. احمدي ربنا انه ما عملتلكيش محضر في الاسم. اسم اسم؟ ايوه ده اقل حاجه. عارفه لو الشغل وشوشره انا كنت حبستك. اخدت 250 من شنطتها ارميها بره يا مدام. حقك عليا. يلا مش عايزه اشوفك تاني ابدا يا مدام. مش شايله بفلوسي لو شفتي مش هحسلك. ده بخليك ايه يا مدام؟ مش عايزه اشوفك. ما حدش بيعملك خليها زي ما انا بعملها لك. طب اديني 250 يا مدام. انا محتاجاها. تحبي تسمعي ايه من نينا يا امل؟ احب اسمع اغنيه مش واخده بالي انا. اذا نينا هتغني اغنيه مش واخده بالي انا. عايز اقطع عليك يعني؟ لا عايز اقطع عليك بقول لك يعني. لا وبرنامج ابو ده ولا ايه؟ لا احسن برضه خلينا مع الموزه دي. مبروك يا مدام نجيب. بجد يا دكتور؟ بجد؟ هو ايه اللي بجد يا ستي؟ الكلام ده فيه هزار؟ يا ستي عشان تطمني اكتر انا كلمت معمل التحاليل وعرفت النتائج كلها زي الفل الحمد لله. مدام نيفين حضرتك فاهمه كويس قوي ان الحمل بعد ال 40 بتبقى نسبه الاجهاض فيه عاليه جدا، يعني الراحه التامه والمتابعه بتبقى جزء اساسي من اساسيات النجاح ان شاء الله عشان ربنا يتم بخير. ونقول لك مبروك. العلاج اللي كنا بناخده عشان الحمله هيقف ايميديتلي، مفيش اي دواء تاني يتاخد طبعا لما اديني خبر. كلهم 8 اشهر يعدوا ان شاء الله الهوا. ونبارك لك ونقول لك الف مبروك ان شاء الله. المره الجايه بقى نجرب البني البندقي نازل جديد جميل. خلاص اوكي نخليه المره الجايه بلاش المره دي. تأمريني يا قمر تأمريني. ميرسي. حاجه بيني وبينك احنا ان شاء الله هنفتح محل، عايزين حضرتك تبقي زبونتنا عشان خاطرك اول 3 مرات فري. ان شاء الله تحت امرك فنيك. مستر ممدوح في انتظارك. ميرسي. مدام عليا جاهزين. عادل. ايه يا مستر؟ ما تاخدش اي مواعيد بكره بعد الظهر، هتروح لاميره هانم عشان فرح بنتها. اوكي عينيا الاثنين يا مستر. مستر ممدوح ممكن ثانيه واحده بعد اذنك؟ خير يا عاطف. ثانيه واحده قول فتان لحظه واحده ومش هتاخر على حضرتك ابدا. اوكي اتفضل. ايوه يا مستر ممدوح والله انا شفته هو بياخد حاجات من هنا الصبح. لا يمكن يا مستر ممدوح صدقني والله العظيم عادي. بص يا مستر ممدوح انا كنت شاكك في الموضوع وقلت انه بعد الظن اسمه، قلت راقبه واتاكد منه واديني اتاكدت. حضرتك معاك مفتاح دولتنا تقدر تتاكد بنفسك. طب روح شوف شغلك. انا ديلود. قلت لك روح شوف شغلك اتفضل. يلا بينا نشجع مصر في المباراه النهائيه النهارده.
قولي لي بقى يا لينا، انت ليكي في الكوره زي ما ليكي في الفن؟ والله مش قوي، بس بتفرج طبعا على الماتشات المهمه. بس النهارده طبعا ماتش مهم اكيد هتتابعيه. ايوه طبعا، دي مصر بنفسها اللي بتلعب. اكيد اكيد طبعا. انا سمعت ان عندك مفاجاه غنائيه كرويه محضراها لما منتخبنا يكسب ان شاء الله النهارده، حقيقي الكلام ده؟ انا مش عارفه انتوا بتعرفوا الاخبار دي ازاي. احنا فعلا اشتغلنا على اغنيه وان شاء الله هنذاعها لما مصر تكسب الماتش ان شاء الله. طب ايه رايك نسمع جزء منها، حته صغيره كده؟ لا 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 ما تقطعش. لا عندك حق، بلاش نقاطع. يبقى يا جماعه لازم كلنا ندعي ان منتخبنا يكسب النهارده عشان ما نتحرمش من اغنيه نينا. طب انت قولي لي، انت بتغني من امتى؟ بقى لي حوالي 8 او 9 شهور بالظبط. لا ما اقصدش يعني، ما اقصدش مشهوره من امتى، اقصد يعني انت بتحبي تدندني مع نفسك من امتى، في البيت بتغني من امتى كده يعني؟ لا ده من زمان قوي، من انا صغيره. ومين من المطربين بتحبي تغني له؟ بغني لعبد الحليم حافظ، نجات، لصباح، لشادية، لوردة. وردة وردة دي بقى بحبها قوي قوي قوي، دي اللي حببتني بجد في الغنى. ايه اكتر اغنية بتحبيها الوردة؟ بحب كل الاغاني، بحب حكايتي مع زمان، بحب لولا الملامة. لولا الملامة جميل. طب ايه رايكم يا جماعة نسمع نينا بتغني اغنية لولا الملامة لوردة؟ تشجيعها كبيرة. لا صدقني مش هينفع. صوتي تعبان قوي النهارده، وبعدين مفيش مزيكا. ما تقلقيش، من غير مزيكا مش مشكله، احنا عايزين نسمعك زي ما بتدندني في البيت كده. يلا يا نينا. بلاش نينا، ما تقلقيش، تشجيع يا جماعه، شجعوا نينا. لولا الملامه يا هوا لولا الملامه، لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف في الفضا وأهرب من الدنيا الفضا. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى، وأنا بخاف من الملامة، وأنا بخاف من الملامة، وأه من الملامة. واضح يا جماعة إن هنا ما بتخافش من الملامة خالص. نينا انت كنت بتدوري على الشهرة ولا جاتلك بالصدفة؟ ويا ترى غيرت ايه في حياتك؟ طبعا ما حدش يكره ان هو يبقى مشهور، بس انا مبسوطة لحاجة تانية خالص، انه اهلي فخورين بيا قوي. لما بمشي في الشارع الناس بتشاور عليا وبتردد اغانية. لا هشام بلغ شريف ان الملحن اياد الزيداني معانا على التليفون. بتحبيني؟ بحس بجد ان انا مشرفة بلدي. سيبك انت، حب الناس ده بقى هدية من عند ربنا. واضح ان عندنا كمان هديه كبيره النهارده، عندنا يا جماعه في شيري لايف معانا هديه للموسيقى العربيه. هو طور الموسيقى العربيه وخرجها بره حدود الوطن العربي. النهارده واحد من الناس اللي دخلت انماط مختلفه للموسيقى العربيه. النهارده معانا واحد يا جماعه من عباقره الملحنين المعاصرين للموسيقى العربيه، هقول لك حالا. حيوا معانا الاستاذ اياد الزيداني من لبنان يا جماعه. مبسوطة جدا بتليفونك ده بجد، انا سعيدة قوي وفخورة وكل فخر ليك يا ست نينا. دخيل الله اللي بذرك عشوكل هالفخر يلي انت فيه. انت اساسا عار الطرب المصري والعربي، وفي محطات تلفزيون اللي مثلك بيحط ارقام تليفوناتهم. حبيبتي
شفافك حلوة وقصرك بيجنن وديارك بياخد العقل. بس هول منيح تتأخر مش حارس منه. حنقطع المكالمة يا شيف لازم شو قطع المكالمة؟ واضح ان الخط فصل يا جماعة فاحنا هنفصل ونرجع لكم. نينا ما تلاقيش هتظبط كل حاجة. نينا نينا ما تلاقيش. حد يا جماعة يجي ياخد المايك. على فكرة مش هتلاقي حاجة تنزل. الحاجات حلوة اهي. ما عندناش ملابس محجبات. ما في بناطيلة اهي وجيبات ماكس عندي. ثانية واحدة. تعالي هنا بقول لك ما فيش قياس. يعني ايه ما فيش قياس؟ هشتري عمياني كده؟ وبعدين ما عندك ناس بتقيس اهو. القياس لزباين المحل اللي بيشتروا. وانا يعني قست عشان اشتري؟ وبعدين انت مالك من ساعة ما دخلت المحل عمالة تلفي ورايا تلفي ورايا. وانت يعني كنت بصيتي على ثمن الحاجة الأول اللي عايزة تشتريها؟ ده ب 1000 جنيه وده ب 700 جنيه. معاكي 1700 جنيه؟ أنا فاكر البيت الصغير كان بيجي يقلب المحل، هو عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله ربنا يطمنا عليه يا رب. عادل بعد ما تخلص مدام داليا غير هدومك وتعالى لي على المكتب علشان عايزك. ليه يا مستر حضرتك تبعتني لحد؟ يا اخي ما تستعجلش لما تغير هدومك ويجيني المكتب هبقى افهمك. استاذ حسين رئيس القناه عايزك على التليفون. ايوه يا فندم تحت امرك سيادتك. ايوه يا فندم. طب انا ذنبي ايه؟ ما هو مش اول مره يضحك على الهوا. حاضر 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 يا فندم. طب حاضر يا فندم. حصل لها ده بعد الفصل ان شاء الله. بس ارجوك تبلغ سياده المدير اعتذارنا. جاهزة نينا؟ جاهزة. وصلنا ورجعنا لكم في شيري لايف. كمان حلقة كانت سكت على الآخر قبل الفاصل. والله يا نينا أنا كنت فاكر إن أنتِ مش هترجعي بعد الفاصل. وما رجعش ليه يعني؟ هو الكلام بفلوس. أنا أحييكي على ثقتك بنفسك جد. طب يا ترى عندك رد على الاتهامات اللي اتقدمت لك قبل الفاصل؟ هيا يا جماعة حد عنده حاجة تانية عايز يقولها؟ وأنت عندك حاجة عايز تقولها؟ لا اتفضل. الباشمهندس بتاعك العبقري اللي اتصل أيا كان بقى ملحن موزع ما يخصنيش. أنا اللي يهمني رأي جمهوري وجمهوري بيحبني وشرايطي بتتباع ومكسرة الدنيا وأغانيه مليانة في ديسكوهات مصر كلها وحفلاتي مليانة على آخرها. يعني رأيه ما يخصنيش في حاجة. أنا اللي يهمني رأي جمهوري وجمهوري بيحبني مش كده ولا إيه؟
بستني عشان في مخرج بيخرج لي وفي منتج بينتج لي، مش برخصة زي ما المحترم قال لك دلوقتي. طب يا ترى يا نينا مكاسبك الأدبية وخصوصا المادية يعني تستاهل انك تحطي نفسك في موقف محرج زي اللي اتحطيتي فيه من شوية؟ يعني ايه مش فاهمك؟ بتكسبي كتير يعني؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما بكسبش؟ طبعا الناس فاكرة ان انا ياما هنا ياما هناك، بس الحقيقة بقى ان انا ما بكسبش وان في ناس تانية هي اللي بتكسب من ورايا. ناس تانية زي مين؟ زيك. زي انا؟ ازاي يعني؟ يعني تجيبني في البرنامج بتاعك عشان عارف ان الناس بيحبوا يتفرجوا عليا. تتريق عليا ماشي، البيه المحترم بتاعك يتصل يشتمني على الهوا ما يضرش، اهو كله مصلحه. البرنامج كده يسخن اكتر والناس تتفرج اكتر وتبيعه اكتر واكتر وهو كله مستفيد. وطز فيا انا بقى، يبقى كسبت كده ولا ما كسبتش؟ شريف سمعني قفل الحلقة. كسبنا كلنا حلقة مش هتتكرر تاني، وإن شاء الله نكسب الماتش النهاردة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من شاري لايف. أشوفكم في الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. يا فنان حصل لك ايه؟ مخك راح فين؟ مش عارف تحاور بنت زي دي. خير هيجي منين الخير وانت مسخسخ لي على الهوا؟ ايه اللي بيضحكك قوي كده يعني؟ خلاص مش قادر تمسك نفسك كده ولا بكلمك؟ انت بتسمعني ولا ايه؟ مش شايفني؟ ايه شريف حصل لك ايه؟ مالك مش عارف ترد عليها؟ خلاص الخمره لحست دماغك، ما تفوق لشغلك يا اخي. ده برنامجي انا، اديره بالطريقه اللي تعجبني. مفيش حاجه اسمها برامجي وبرامجك. ايه 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 العك اللي بتطوله ده؟ دي كلها برامج القناه، واهم حاجه اسم القناه اللي مشغلاك ومشغلاني. لا 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 مشغلاك انت لكن انا لا، انا شريف ناجي، يعني القناه دي كلها شغاله على حسي انا. الله يرحم شريف ناجي. بص يا حسين انا عارف شغلي كويس قوي. انت كل همك الاعلانات، واقف الطالع. لو جت شركة واحدة سحبت اعلاناتها مني ابقى حاسبني. لا يا حبيبي مش انا اللي هحاسبك، يا ريت اقدر. البنت اللي انت هزقتها من شوية دي، ولا انا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفة انها مرافقة سليم صالح. وشوف انت بقى سليم صالح ده واصل لحد فين. اللي هيحاسبك يا نجم صاحب القناة اللي مشغلني ومشغلك، واللي مخليك بني ادم، واللي مركبك عربية قد كده، واللي من فلوسه بتدفع الخمرة الزفت اللي مبوصلك دماغك. سليم صالح يا حبيبي اتصل بالمدير عشان يحقق معاك. خلي بقى شهرتك دي تنفعك، ابقى حط شهرتك دي. بص بقى يا حيوان انت، السواد اللي في قلبك من ناحيتي ده انا عارفه من ايام الجامعه. لو في حد هيترفض من القناه دي انت عارف كويس قوي هو مين. انت ولا حاجه وانا هنا كل حاجه. تضربني؟ تضربني يا شريف؟ ماشي ابعتبها تاني يا سليم، يا صايع، يا خبرجي، يا شجنون، يا ابن عبد الواحد، ما تكون بص، ده انا لما تكون مكتب الاشتراك، بس يا سليم، يا حشاش، يا سكري. عايزه اتجوز، جوزني، ليه يرفضوا؟ ليه عايشة انا بقيت حياتي من غير جواز؟ اهدي بس يا نفيني، اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي، اللي انت عايزاه هيحصل. هيحصل امتى؟ انا مش فاهمه يرفضوا ليه؟ هتتجوزي وهتاخدي تصريح قانوني. هو القانوني ده ممكن ياخد له سنين. يا عالم بقى اكون عجزت ومت واتدفنت كمان. ولا ليه؟ ما انا اوريدي مدفونه بالحي. حرام يا نفيني ما تقوليش كده. مش هي دي الحقيقه؟ ست سنين عايشه مع راجل ما بحبوش، مش طايقاه، معيشني في جحيم، وتلات سنين هاجني ومعلقني، وخمس سنين مستنيه الطلاق، ولسه سنين سنين قدامي عشان اعرف اتجوز. دلوقتي الكنيسه رفضت انها تديكي تصريح جواز.
لكن في نفس الوقت سمحت انها تدي لرفيق. ايه يعني ايه؟ يعني عذبني سنين وفي الاخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اتراح من اجباري؟ ايه بيكافئوه على البهدله اللي بهدلها لي بدل ما يعاقبوه هو بيعاقبوني انا؟ ليه انا ذنبي ايه يعاقبوني انا ليه؟ لانك انت اللي طلبت الطلاق يعني فين وصممت عليه وهو كان رافض. يعني انت اللي فرقت اللي جمعهم الرب. وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ قوي على اللي جمعهم الرب. يعني انا كنت بتبلى عليه؟ ده حرام، ده ظلم. الظلم ده جهل مصلحتنا. عارفه ليه؟ هيدينا فرصه ان احنا نرفع قضيه تاني. تاني قضيه تاني؟ انا زهقت. معلش دي اخر قضيه. احنا هنرفع قضيه على الكنيسه. الكنيسه؟ هرفع قضيه على الكنيسه؟ ايوه حقك، ما دام ادوله تصريح وانت لا يبقى ترفعي قضيه طالبه بحقك زيك زيه. بالذمه ده اسمه كلام؟ عشان اتجوز ارفع قضيه على الكنيسه؟ هو ده الحل يا نيفين، يا كده يا اما في حل تاني ما كنتش اتمنى اننا نوصل له. ايه هو؟ اسلم. غير ديني. هو ده الحل التاني لو انت عايزه تتجوزي. يعني يا اما غير ديني يا اما عايش بالمنظر ده. طب اللي انا عايزه اتجوزه مسيحي، هقول له هو كمان يسلم عشان نعرف نتجوز؟ طب سيبك مني انا من اللي عايزه اتجوزه، ربنا هضحك على ربنا؟ هغشه؟ هقول له انا بغير ديني عشان عايزه اتجوز؟ عشان واحدة فشلت في الجوازة يا إما تغير دينها يا إما تروح تزني؟ أنا ما أقدرش أعيش متربينها، ما أقدرش، يا ريتني كنت أقدر. أنا عايزة أرجي ربنا بس مش عارفة أعمل إيه. مش ممكن يكون ربنا عايز كده، أكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعذبنا. أنا مش راجل دين، أنا راجل قانون، وكل اللي أعرفه إن في قانون حاكمني وحاكمك. انت كنت عايزه تتطلقي وطلقتك، دلوقتي عايزه تتجوزي. حرام. عشان تتجوزي هي دي الحلول اللي عندك، تختاري ايه منها؟ هو انا طالبه كتير كتير عليا يبقى عندي حياه طبيعيه زي بقيه الناس؟ نفسي اخلف. لو ما خلفتش دلوقتي هخلف امتى؟ انا كبرت كبرت. انا عايز اخد شويه ديتيلز، يعني عايز اصور عينيها لوحدها، بقها لوحده، ايديها وسطها. اهلا بالنجم، ان شاء الله تكوني انبسطتي في البرنامج. ما بترديش ليه يا نادر؟ مش عايزينك نجهز اول شغل فالحه بس تردي على المذيع. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني اللي كسبوا من وراك دول يا نادر كانوا شحاتين قبل كده، دي اول مره يكسبوا في حياتهم. تقصدي مين بقى؟ لا يا بني انا مش قصدي انت خالص، صدقني انا بس كنت عايزه ارد عليه. انت ما شفتش الوقت كان مطول سنه عليا ازاي يرضيك كده؟ ملوش حق، ده انت كان ناقص تعيطي وتقولي له انا حاكم سامسح الاستوديو عشان خاطر ايه. يلا قومي البسي بقى. البس؟ البس ايه؟ ولا لابسه اهو. لا يا حبيبتي البسي عشان خاطر هنكمل الغنوه. والنعمه الشريفه انا تعبانه والواد ده خنقني وخلى مودي زي الزفت، مش قادره، خليها بكره. تعبانه ايه؟ وانا بقول لك قومي البسي عشان تقومي. الغنوة هتتذاع النهارده والماتش النهارده، يلا حبيبتي. يعني مغسل قوي ده من جنة، ده من احنا لسه بالماتش قوي. والله ما كسبناش المناسبات جايه كتير. عيد الثورة، عيد الجلاء، عيد النصر، عيد الحب.
تعالى عادل اقعد. خير يا مستر ممدوح؟ من امتى وانت بتسرقني يا عادل؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريس؟ من امتى وانت بتسرقني وبتخنصر من حاجة المحل؟ انا يا ريس؟ انا عمري ما سرقت ولا خنصرت من حاجة المحل. مين قال لك كده؟ محدش قال لي. انا اللي لقيت الكيس دوت في دولابك. وانا مالي يا ريس؟ ممكن يكون اي حد من العيال ده فسهولي. محدش معاه مفاتيح الدواليب غير يا عادل. كل ده علشان تفتح محل. محل؟ محل ايه؟ هيكون محل ايه؟ جزارة؟ كوافير طبعا. كوافير مرة واحدة؟ يا ريت يا ريس. ولا ما تستهبلش عليا بروح امك. هتفتح محل ولا لا؟ حضرتك جبت الكلام ده منين بس؟ مالكش دعوة جبت الكلام ده منين. ازاي بس يا عم؟ مش هفهم. بلاش يا سيدي. كنت بتوشوش مدام ألفة بتقول لها ايه؟ انت عارف يا مستر ممدوح مدام ألفة تنام من النسوان كانت بترغي وانا كنت بسايرها. انت متأكد؟ ايوه متأكد. انا ما صدقتش لما جم قالوا لي انك بتسرق من حاجة المحل. ولما عاطف قال لي ان عاطف ما تقول كده من الصبح يا ريس. ما انت عارف ان هو متعفرت مني عشان دراعك اليمين وبيعمل الفيلم ده والحوار ده عشان يزحلقني. وهو برضه اللي بيوزع الكروت ديت على الزباين في المحل. الكارت ده مش بتاعي يا ريس. بص اهو ما عليهوش اسمي. بس بقى وضعته في جابه منين؟ كان ممكن تخيل عليا واصدقك لولا ان مدام ألفت بنفسها هي اللي ادتني الكارت وقالت لي انك انت اللي اديته لها. ولا مدام ألفت هي اخرى عايزه تزحلقك من المحل؟ يهبل دول زبايني من سنين. مفكر لما تقول لهم تعالوا يقوم يجروا ويجوا لك عشان ايه؟ عشان سحر مكوتك. اوعى تكون مفكر انك قسطه بجد. انت قسطه علشان بتشتغل عندي والستات اللي بره ديت بتثق فيك علشان انا بثق فيك. ولو رحت فتحت محل مفيش حد فيهم هيجيلك ولا يعبرك. كان غيرك اشطر. ليه يعني؟ انت مش كنت صبي زيي وبعدين بقيت وسطى وبعدين بقالك محل؟ انا كمان عايز يبقى لي محل. ما تفتح محل ولا مول حتى انا مالي. انما زباينك تعملهم بشطارتك مش تسرق زباين. انا ما سرقت الزباين حد. انا بطلب بالاسم. اسم ايه يا ابو اسم؟ كنت مفكرك اذكى من كده. لما تيجي تفتح محل قولي على الاقل عشان العشره. لكن لا طلعت ذكي ولا دياولو. طلعت غبي زي امك ما بتبصوش غير تحت رجليك وبس. ايش دخل امي بقى في الموضوع بقى؟ لاني زمان لما طردتها سبتك صعبت عليا وقلت اربيك اكسب فيك ثواب. لكن للاسف طلعت وسخ ونيجي زيها. ما تجيبش سيره امي يا ممدوح. انت بتمسك فيا يا ابني.
واعرف مين البت دي. ما تسألين نجات يا انجي. يا ابن المسطولة معلش كمل يا عم راجل. كمل ايه؟ ما هو في الحشيش خلاص. هيكون مين غيره عمل كده؟ برضه بتقول هيكون مين؟ بس انا واثق ان الواد ده هيكون من التجار الكبار. ربنا يخليه. ربنا يخليه. الهي يكحمه وما اشوفش وشه مرة تانية. يلا طيرت النفسين من دماغي. قوم 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 هات القرشين من هناك. لا في اليوميه كلها بتاع امبارح ابن الكلب. يعني ايه بقى؟ يعني فلوسك هتاخدها بكره بالكتير. ده عنده مبقص على طالما ينفع يا عم راكب. دي فلوس ناس، فلوس ناس يا عالم. هو انا شغال لي حسابي؟ ايه ده عالسما يابا. ايه حيلك حيلك، بطل الحركات الوسخه بتاعتك دي. انا من امتى كلت عليك فلوس؟ فلوسك هتاخدها بكره بالكتير. بكره ليه؟ النهارده، النهارده اليوم مفترق، هنكسب الماتش والزباين هتونون والنسانيس هتلعب في ايدينا بالعشره والعشرين والميه، بس انت قول يا رب. خمس
تتكلمش اتنين يا عم. الله ولا الموزه اللي على الزيرو ايه؟ ما تقولش عسكري ماشي. ما هي ثابت الليونه للقنبله. مش لاقي تقلي عدد زيها ولا ايه؟ نغلب واحد واحد بس. مش هتبطلي بقى تشتري من الوكاله بقى. اقول لك ايه اللي جابك؟ جاي اجيب لكم الشهريه. في ايه يا حبيبتي بس؟ اختك كتر خيرها جايب لنا الشهريه. كتر خيرها؟ كتر خيرها على ايه؟ على المعونه اللي بتيجي في المحل كل اول الشهر. متشكرين قوي يا ست ناديه، كتر خيرك، بس فلوسك دي ما بقاش ليها اي لازمه بعد ما ريحتنا فعت في الحيط. اهدي بس يا ريهام، ما انا قلت لها تاخدنا معاها والبنايه ما اتاخرتش. لا اتاخرت قوي. ده اللي يسوى واللي ما يسواش بينبط علينا في الرايحه والجايه. يا بنتي بحامي، المخرج بتاعي لسه ما قبضنيش. انا دلوقتي عايشه مع واحده صاحبتي الشقه قد الحق. اول ما يقبضني هاخد فلوس ونمشي من الحته الوسخه دي خالص. المشكله مش في وسخه الحته يا اختي، المشكله في وسختك انت. اي حته هنروح هنبقى ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش بسبب عمايلك الوسخه دي. مالها عمايلي؟ عمايلي هي اللي فاتحه البيت ده وبعملها عشان امشيكم من الحته الزباله اللي انتوا قاعدين فيها دي. انت اللي زباله. ما تحترمي نفسك يا بنت انت. انت فاكره نفسك انت اللي داره واحنا اللي اوسخ. على الاقل يا اختي مش بطلع في التلفزيون عريانه وهيج الرجاله. ولو لقيتي طريقه احسن بقولي لي عليها، بس لغايه ما تلاقي الطريقه دي وطول ما انا بساعدكم وبصرف عليكم انا مش عايزه حد يحاسبني، وكفايه عليا قوي حساب ربنا. ريهام مش عايزه تاكلي؟ انا خلصت الغدا، احط لك تاكلي معايا. مين قالك انا عايز ساعه؟ انت مش قلت ان ساعتك قصتك هتقطع؟ هو انا معرفش افتح بوقي في البيت ده يعني فين؟ ساعتي وستيك هتقطع، هجيب لها وستيك، هشتري ساعة جديدة. بعدين مين قالك ان ذوقك بيعجبني؟ ما انا على طول بشتري لك حاجتك كلها على ذوقي وبيعجبك. مش حقيقي. مش معنى انا مش بحبك سيفك ان ذوقك بيعجبني. انا من حقي اجيب حاجات عجباني انا على ذوقي. خلاص يا شيري، اشتري اللي يعجبك وعلى ذوقك. انت اديني فرصة. اديني فرصة يا نيفين. هجيب كام ساعة؟ 100؟ أنا اتخنقت يا نيفين، اتخنقت.
جيبي انزلي روحي اي حته، معلش مش قادر اتكلم معايا حد دلوقتي. روحي جيم. ما ينفعش خالص اروح الجيم لفتره طويله يعني. ليه؟ فين الفلوس؟ انتي معيش فلوس، لو معايا فلوس هستخسرها فيك ليه؟ يا نينا بتفكر في ايه؟ شنطة بتاعتك فين؟ هعبي عليك ليه؟ يا واد يا واد، كنت عند زبونه واخر 250 جنيه اديتهم لي قلبتني فيهم. انت يا وخر، انت تقلبي بلد، فين الفلوس؟ يا ابني الشنطه ما فيهاش فلوس. خدي الشنطه دور فيها براحتك، مش هتلاقي حاجه، اوعى تقطعها. شفت قلت لك ما فيهاش فلوس. يبقوا في صدري، يبقوا في صدري. يا بوسي وانا بربيك بربيك واكبرك عشان تبيد ايدك على صدري. اه صدري اه، ما فيهوش فلوس. لو معايا فلوس هستخسرها فيك ليه؟ معايش معايش، بقول لك هستخسرها فيك ليه؟ ده انا شايل وتعبي كله ضايع عليك، ده انا عمري رايح عليك. يا ابني انا جايه استريح شويه واكل لقمة، عندي هبوط، عندي شغل بعد الظهر. هتدفع معايا ولا مش هتدفع؟ هدفع. طب لما ياخدك يجعله ياخد زادك. يعني انت دلوقتي يا نيفين هتقولي للناس انا خلفت من شريف وبعد كده هبقى اتجوزه؟ انا مالي ومالي الناس؟ الناس هيفرق معاها اذا كنت اتجوز ولا خلف؟ وبعدين هم مين اصلا الناس دول؟ هو في حد يعرف حاجه عننا؟ وبعدين يا شريف مش يمكن المحكمه لما تعرف اني حامل يدوني تصريح الجواز على طول؟ انت عايزه تروحي المحكمه وتقولي لهم ان انت حامل مني؟ اه انت اكيد اتجننتي رسمي يا نيفين، اكيد اتجننتي رسمي. ما هي مين قالك ان انا عايز اتجوز دلوقتي؟ مش عايز تتجوزني يا شريف؟ لا مش عايز اتجوز خالص. جوزك عشان تصرفي عليا يا نيفين. وايه الجديد في كده؟ ما انا بقالي سنتين بصرف. فهمتي ليه مش عايز اتجوز؟ عشان ما تجيش اليوم اللي بتقولي لي الكلمه دي. انا مش قصدي يا شريف، انا قصدي يعني فين المشكله؟ ما احنا عايشين مع بعض كده كويسين، عمرنا ما اتكلمنا في موضوع الفلوس ده لان مفيش فرق بيننا. لا في فرق بيننا. الفرق ان انا عايز افتح بيت لاتجوزها، مش هي تفتح لي بيت بفلوس اهلها. لا قول بقى انك كنت مستحلي عيشتك معايا لان ما فيهاش اي مسؤوليات، ودلوقتي لما دخلنا في الجد عايز تخلع؟ لا يا شريف، الوضع اتغير، انا دلوقتي حامل ولازم نتجوز. مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجة اسمها لازم. ما تصحيش الصبح مقرر انك تخلفي وتقولي لازم. ايه اللي خلاك تحملي؟ ها؟ ايه اللي خلاني احمل؟ هو انا حملت لوحدي؟ لا لا ما حملتيش لوحدك، بس لازم تاخدي رأيي في موضوع الخلفة ده. انا كمان لازم اقول اخلف ولا لا. ماشي يا شريف، وديني باخد رأيك دلوقتي. عايز تخلف ولا لا؟ لا يا نيفين مش عايز اخلف دلوقتي، مش عايز، مش عايز اتجوز دلوقتي كمان. طبعا طبعا هيلزموك في ايه الخلفه والجواز؟ ما انت تفضل تجري ورايا طول ما انت ضامن اني مش قادره اتجوز، واول ما يبقى تصريح الجواز مضمون عايز تجري وتسيبني يا شريف. انا هسيبك، هسيبك يا نيفين. هتسيبني؟ هتسيبني يا شريف؟ هتسيبني عشان حامل يا شريف؟ لا يا نيفين، عشان ما بقناش ننفع لبعض، كل واحد فينا عايز حاجه غير التاني. ليه يا شريف؟ ايه اللي انت عايزه مش لاقيه معايا؟ طب انا عارفه انا عايزه ايه، انا عايزه ابقى وانا عايزه ابقى اب يا نيفين، بس مش بالطريقه دي. البيبي ده لازم ينزل. شريف الطفل ده بالنسبه لك مش هيفرق حاجه، لكن بالنسبه لي كل حاجه. انت ليه مستكتره عليا؟ ده انا ما صدقتش نفسي لما عرفت اني حامل، كنت هطير بالفرحة. وانت ببساطة كده، ببساطة تقولي روحي نزلي البيبي؟ لا يا شريف، لا مش هنزله. البيبي ده هيفضل بيك ومن غيرك هيفضل. مش مش عاجبك يا شريف امشي، امشي وخلاص امشي. انا ماشي، انا ماشي يا نيفين. امشي 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 وخد القرف ده معايا، خد كل القرف ده معايا، خد كل القرف ده معايا. مش عايز اشوفك يا سيدي، مش عايز اشوفك. طب والشغل اللي انت طالع عليه ده ايه؟ وزباينك اللي انت بتقلبيهم دول ايه؟ ولا هم ال 250 جنيه بتوع المره؟ تكونش ناسي يا واد انك طافح اكل شارب نايم في البيت ببلاش،
ولا تكوني واقفه بتصرف على البيت وانا مش واخده بالي. انت هتذليني؟ لا ذلك ولا تذلني. اتشمل كده وشغل جيوبك وهز نفسك كراجل واصرف على البيت بدل ما تيجي تسرقني. انا مش بسرقك، دي فلوسي، الفلوس اللي ابويا سابها لي. جاتك بقى والفلوس اللي ابوك سابها خلصت بحر من زمان على مدرستك يا فاله. مدرستي انت هتشتغليني؟ دي انت مسرحاني من خمسه ابتدائي. عامل لك ايه مخك قافل؟ تقولش كنت بترضع الغابة يا اخي. وانا يعني رضع من بره؟ ما هو كله منك. كان زمان دلوقتي معايا شهاده بشتغل شغلانه محترمه. شايف ايه واد يا عبيط انت؟ ده انت صنعتك ذهب صوابع عندي تلف في حرير. ده اللي بيجيبه بتاع الشهادات في شهر بتجيبه انت في يوم. جاتك خيبه. قول لي اسره الغاغه دي كلها ليه؟ ايه الخبر ده؟ بقول لك عايز فلوس. مدينه فهماها ليه؟ عشان المحل. محتاجين نشتغل عشان نشطب. طب ما بسيطه، ما تاخد من ممدوح فلوس من تحت الحساب. هاتي عيش. خد. ممدوح طردنا. يا وكسه. يا وكسه سودا. طردك ليه يا فالح؟ طردك ليه يا روح امك؟ طبعا لقيت بتقفش حاجه من المحل صح؟ لا. قفش نجاستك وعيرني بيها. نجاستي عادل؟ بتقولي نجاستك؟ بتقولي نجاستك؟ مجنونه ولا ايه؟ نجاستك؟ يا لهوي 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 يا لهوي. تعالوا اتفرجوا يا ناس عليا خدمة الأمل يا ناس بجمل بربي وكبر يا سنيور. تعالي هنا بطلي فضايح. ليتك مت قبل ما اشوفك. بطلي فضايح يا لهوي. أنا ما خلفتش راجل، أنا خلفتك. أنا راجل غصب عني. خشي خشي أنا راجل غصب عني. يا خيبتك يا عودة اللي مالكيش راجل. بربك وكبرك عشان تقولي نجاستك. عارف النجاسة ايه يا عادل؟ النجاسة انك تيجي من بره تلاقي راجل في البيت. انا كنت قطعتك. بس انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة يا عادل. اول راجل هيجي يخبط على باب البيت ده هتجوزه وافتح له الباب عشان البيت ده يبقى فيه راجل. يا حرام من ديني، لو راجل غيري دخل البيت لكون مطلع راجل. كنتش فاكر نفسك راجل يا ولا ولا ايه؟ الراجل هو اللي يصرف على البيت من حر ماله. الراجل هو لما راجل تاني يقف يقول له امك نكسه ما يسكتلوش. لا نكسه انا ملبسه بنيه يا ولد. انا راجل البيت يا ولد مش انت. ده انا بصرف عليك لحد دلوقتي وانت طول بعرض كده وشهر. انا راجل البيت مش انت. فاكر ان انا مش عارف الم كل ايه؟ لما قبر روح لم الواطيه اللي انت ماشي معاها اللي بتتمرمخ في حضن راجل تاني عشان بيصرف عليها. مش عندك في البيت ياما. يلا قول في 60 داهيه يا واطي. واياك تعتب اياك تعتب البيت ده تاني مره. هتصرف رجلك لو عتبت برا البيت. يا ايدك موت قبل ما اشوفك يا عادل. انا مش هسيبك، هرجع لك ياما راجع. ولو رجعت هكسر رجلك يا وسخ. هغير كوني الشقه. هكسرهولي. وانا هكسر لك رجلك لو عتبت الشقه دي تاني. قلبي وربي غضبانين عليك، عمرك ما هتشوف خير يا عادل. يا ولا غرفه 60 داهيه. الو اهلا مدام رشا. الحمد لله انا كويس. لا بس صوتي مبحوش عشان عندي شويه برد. اه يا حبيبتي. لا احنا على ميعادنا. ده انا جايلك على طول. هو مسافه السك. حضرت لك كل حاجه. ده المره دي عامله لك الحلاوه بعسل النحل مش بالسكر. اه حبيبتي انت اخت. انا عامله لك اخت مش زبونه. طبعا يا حبيبتي مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. شيل عني يا رب. يا رب انت اللي بلدني. شيل عني يا رب. يا رب شيل عني بقى يا رب. انا تعبت تعبت.
منتخب مصر النهارده بيلعب بالقميص الاحمر والجوارب البيضاء والشرابات السمراء النهارده. وفي الاخير تصل الكره هنا على طول الى ضرب المرمى. ادي عمرو زكي امل كبير جدا عشان مش طيبه حضرتك. وادي على طول المنتخب الكاميروني الحمد لله على السلامه سعاده الباشا. الاولى وصلوا لذلك كلامي كويس وبلاش الانجليزي بتاعك. انا برضه قلت هلاقيك هنا يا برنس. قوم يا معلم الماتش ابتدى هتضيعه علينا. ماتش ايه بتاعي يا فتحي؟ خلينا في الخرا اللي احنا فيه. روح انت. بقول لك ايه؟ ما حبكش تشيل لنا عبد القادر دلوقتي. قوم وربنا هيفكها. ونعمة بالله بس الزقر انا عامل الحسبه قدامك اهي. المحل ده عشان يشتغل لازم له على الاقل 15000 جنيه. احنا معانا 2. احنا نروح نشوف الماتش وبعدين نقعد نشيل طاجن ستك سوا. اخوك يحيى عازمنا عنده في البار، نسوان، بيره، كل حاجه موجوده. في وسط ده كله هقول لك خبر تمام. ايه هو؟ لا هقوله لك هناك قدام الماتش. قوم بقى يا اخي ما تبقاش بايخ. لا روح انت يا فتحي روح انت. يا عم يلا بقى احنا كل يوم بنتعزم. اتجننتي ولا ايه؟ عينيني وسلبي مش بيفكر غير في نفسه، خايف قوي من الفضيحه. حرام عليك يا نفين، شريف بيحبك. بيحبني بيحبني ومش عايز يخلف مني. بصراحه عنده حق. انت كمان بتقولي كده يا مولي؟ اي حد عاقل هيقول نفس الكلام. ده الراجل كان هيتجنن وهو بيكلمني في التليفون، ليه حق يهج؟ وبعدين انت اتجننتي يا نفين، ازاي عايزاه يوافق انك تخلفه من غير جواز؟ هو كمان مش عايز يتجوزني. لا بقى تبقي الظلمه يا نفين. الراجل ما اعترضش غير لما حطيتيه قدام الامر الواقع بموضوع الخلقه ده. وبعدين ده انت ما فكرتيش حتى تاخدي رايه. وبعدين ده كله كلام خناقات. هي دي اول مره تتخانقوا؟ لا يا مولي ده مش كلام خناقات ولا حاجه. واضح ان هي دي الحقيقه اللي انا مش عايزه اشوفها. شريف عمره ما حبني. شريف كان بيحب معايا الحياة السهلة والعيشة المريحة اللي ما فيهاش أي مسؤوليات. لكن لو كان حبيني بجد كان هيعوز يخلف مني. ألو عايزة إيه يا ناس؟ لا ما انتحرتش. عايزة إيه؟ زمان الماتش ابتدى خلاص. لا يا شيخ. طب خلاص 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 دايس 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 جاي جاي. قوم حد يعرف حد من اهله؟ ايوه جيت استاذ في بردس المنصين. فين؟ بردس. يلا يا جماعه دي مستشفى بسرعه. ايوه عارف اهو المستشفى هنا. المستشفى هنا في اليمين. في اليمين يلا 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 افتح الباب بسرعه. بالراحه بالراحه على مهلكم على مهلكم. فين المستشفى؟ فين المستشفى؟ على اليمين هنا قدام على اليمين. فين الشارع ده؟ تابع هنا في الشارع على اليمين كده. على مهلكم حاسب ايدك حاسب ايدك حاسب ايدك قدام هنا على اليمين كده. طب اوعى 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 على طول يا Thank you.
شايف المكنة اللي هناك دي أنا؟ اللهم صل على النبي. حلوة بس لو مكنة داخلية أحلى، على الأقل مستورد. داخلية إيه وخارجية إيه؟ يا بقولك بص على المكنة الفجوة اللي واقفة هناك دي. يعني مش عارف شو شكلها. شجر. شجر؟ يا غشيم الشقط مش هنا في المهندسين، هنا بمواعيد. يا ما فيهوش يا عربيات يا حبيب. طب ما هي واقفة أهي، لو طلعت شقة ولا ركبت عربية يبقى حبيبة تلاقيها مستنية الواد بتاعها. وده مين الواد اللي لا مؤاخذة مش واد اللي يسيب مكنة فجورة زي دي واقفة لوحدها؟ لازم عايز يخلص منها. تلاقين سيئة وبتفرج على الماتش. صحيح، مين ده اللي هيسيب الماتش ويجي يشوف نفسه دلوقتي؟ ولا تأخرنا ولا حاجة. كام كام؟ صفر صفر لسه، إن شاء الله الواحد جاي كلها دقايق وجون يجي. يا رب. تعالوا احنا هنجيب المكارين دول. مرة أخرى تاني هنكسر الصوت. اقعدوا اقعد يا فتح. ازيك يا عدول؟ ايه ماله ده؟ أبدا، أصل خالي مع مجروح النهاردة. يا عم بركة خليكوا تفضوا بقى للمحل بتاعكوا ده. الواد ده مشطب على فلوسي أنا وكل إخواته بسبب المحل ده، بس على الله أشوف منه حاجة بقى. كمان اتنين بيرة هنا ومزاكة، ها؟ الطلبات دي على حسابي. عيشوا بقى مع نفسكوا، ها؟ علشان أنا عندي شغل كتير النهاردة. شاكرين يا أبو الواجب. ونعم الأخ والله. يا ابني فكها بقى، الدنيا تفوت ولا حد يموت. ايه المفاجأة اللي كنت بتقول عليها؟ امك اللي مش عاجباك دي كلمتني وقالت لي ان فلوسك مش كاملة هتسد ايه؟ اقسم بالله والله العظيم. جدا جدا عند الفرقة الكبيرة شوف احمد حسن عاملها وصفة ويطلع ترقص. يا سلام لو داس عليها شوية استعجل فيها عمرو زكي وصل فيها، انما هي فكرتها جميلة. كان عاوز يسقطها من فوق في الكيبر ادريس كامل. على طول تاني هنا شادي محمد. احمد فتحي يعدي كويس. احمد حسن، احمد حسن لاعب نادي اندرلخت البلجيكي حكم اللقاء على طول. انت واقفه مستنيه حد؟ انا. اي ليه في حاجه؟ لا ابدا، اصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد، يعني زي ما انت شايفه الشعب فاضي والدنيا دي خطا يعني، واحنا في خدمه الشعب. طب خلاص يا عم انا ماشي. لا لا لا، ولا اقول لك كده عشان تفرشك ولا ايه؟ انا قصدي يعني لو تحب تيجي تستنيه معانا في العربيه اهو امن وادفى. نعم يا اخويا. تعالي تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في الاتاي. اتري ايدي كمان عربيه النجدة. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله انت عصبيه كده ليه؟ اخدمي هنخدمك. في ايه يا عم؟ ما تبعد عني. على فكره لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا جديده خوفتيني ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه سندوتشات، انت ماشي ولا ايه؟ ايوه اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي. اهو الزبون شرف. Thank you.
بسرعه شويه معاه واد مخبوط في حادثه هنا وبيفر. انت اللي خبطته؟ ايوه لازم محضر يا سيدي. محضر بعدين، خلينا نلحق الولد دلوقتي. الله، ما انت عايز تسجني وخلاص. وانا مال حكم على تسجيله. بقول لك افتح بقى. الله افتح. هو انا حلوة؟ حلوة؟ انت ما عندكوش مرايات في البيت ولا ايه؟ ده انت ست الحسن. اوحط ربنا، ده احنا في المحل مسميينك ست الحسن. الشيخة ده انت دوختيني والله. عارفة. عارفة بس ولا عارفة عجباك الدوخة اللي انا فيها؟ يعني قلت اشوف نفسك طويل ولا ايه؟ طويل ايه؟ ده انت قطعت نفسي. يا عم ولا قطعت ولا حاجة، ما انت زي القردة اهو. يا شيخة حرام عليك. وبعدين انت اسمك ايه؟ ريهام. لعلمك بقى انا سايب حاجه مهمه جدا عشان خاطر عيونك اللي جننوني دول. اوعى تكون مزوق من الشغل. شغل ايه؟ حاجه اهم 100 مره. امال ايه يعني؟ الماتش. اه صحيح، انا برضو استغربت. انا قلت ازاي الواد مديكي ميعاد وقت الماتش وانت مالكش في الكوره ولا ايه؟ ماليش ازاي، ده انا ماليش غير في الكوره. امال ايه يعني؟ ازاي يعني؟ مين اهم، ست الحسن ولا الكوره؟ وبعدين بقى انا قلت يا واد اول ميعاد وكده، فنقي وقت مش زحمه عشان خاطر التوتر بقى والكسوف والحاجات دي يعني. فاكرة أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة. يومي كنت شغال الصبح بالصدفة. أنا أساساً بنزل محل بالليل عشان أنا عندي شغل تاني الصبح. فالواد زين قال لي إنك بتيجي كل يوم الصبح وكده. فاضطريت بقى إن أبدل شغل الصبح بشغل بالليل. هي جت علينا بخسارة بس مش مشكلة. شفتي بقى اللخبطة اللي أنت عملتها لي؟ شفت. وأنتي بتشتغلي؟ آه بدي حقن. هو أنا بصراحة يعني بكره الحقن بصراحة، بس يعني لو الحقنة دي من إيدك آخد حقنة كل يوم. والله العظيم دي هتبقى احلى حقنه في الدنيا. معاك بطاقه؟ ايوه معايا بطاقه. معاك كارنيه تامين؟ لا معيش تامين. في حد من اهله موجود؟ اصحابه موجودين بره يعرفوا اهل البيت ممكن يجيبهم، مش مشكله يعني. لا ما انا مش هقدر اعمل حاجه غير لما ابعت لك موظف يخلص لي الاجراءات دي. يعني ايه يعني هتجيبه يموت؟ وانا مال انا اعمل لك ايه؟ الله يعني ايه تعمل لي ايه؟ اتصرف. بقول لك ايه، انت قدامك ساعه تخلص لي الحاجات دي ويكون الماتش خلص. الماتش خلص؟ يلا حضروا الولد، انا هعمل كمان ساعه كشف على المخ وأشعة وسونار. مش مش على ايده دي، ممكن تكون مكسوره.
يا لهوي البيرة عملت عمالة ولا ايه؟ ابن جن؟ لسه بره. بسرعة. مش وقت. قوة. أنا بقول لك أنا عايزة شقة لأمي وأختي يعيشوا معايا. وبعدين ده مش كتير عليا. لما نبقى لوحدنا نبقى نتكلم في اللي إحنا عايزينه. لا أنا عايزة أتكلم دلوقتي. بقول لك عايزه شقه لامي واختي عايزاهم يعيشوا معايا انها ما بتكسبش من ورايا قليل انت سكرتي هتخرفي ولا ايه لا انا ما بخرفش انا عايزه شقه يعني عايزه شقه وهتجيب لي شقه على فكره انا المشاعر الانسانيه النبيله دي بتاثر فيا قوي بتاشعر جسمي عايزه ماما واختي يعيشوا معايا في شقه ده ايه النعومه دي مش اللي عايز حاجة يشتريها بفلوسه انتي فلوس الغنى اللي اتفقنا عليها خدتيها خلاص واذا كنت انا بكسب كتير فده بعرق جبيني عشان عندي مخ لو كنت عايزة بقى قرشين زيادة على الحاجات اللي بنعملها سوا غير الغنى فده في وجهة نظر يجيب لك اوضة مش شقة فاهمة؟ طب لعلمك بقى عشان الضحكة دي احنا هناخد الكاس يا سلام والله التركه لو شاف الضحكه دي هياكل النجيله انت نفسك فوق النوم يا حمك قوم يلا قوم بيك اطيعكم يلا طلعت كبيت شهالي يلا ادخل يلا تستقبلوا هات يا وين يا بيت وين هات يا بيت تضربي حقن تضربي صوصه يا بيت ممرضه ممرضه بتدي حقن ادويه مش صوصه خليك في حالك انت لا شدك تعاطي بس يا عم حرام عليك ماما ايه على مين يا بيت يا رب كوني فاكرة يا بنت ان حكاية الحجاب دي هتنزل ايدك ولا خليك في حالك ايه اللي حصل لك؟ ما انا عامل عليها خضرة شريفة ليه يا بنت؟ مش عايزة توجهني معانا يا عم انت فاكر نفسك ايه انت حي الله يا امين مش عاجبك الامين وحيط امك طب تعالى معايا الاسم وانا اوريك مين الامين خلاص قدام يا بنت يلا هات يلا يا بنت طب بالراحة طيب يلا هات يلا يا رب حاسب يا عم ايدك يا عم انا جاي معاك يا عم اسم ايدك يا عم يلا يلا يلا
شاطر المدعم شاطر المدعم يا عم. ما هي الانانيه دي اللي جابتنا لورا. ما هو لو كان حسن شحاته نزل زيدان من اول ما كانش ده رامي يا اخويا من ناحيه. خش سيادتك انا قفشت الاثنين دول في فعل فاضح في الطريق العام. يعني انت سايب الماتش ومصر والدنيا كلها ونازل تقفش؟ خلاص يعني حبكت. وانت يا استاذ اعملي حساب للحجاب اللي انت فاضل حضرتك. احنا ما عملناش حاجه. الامين ده هو اللي بيبال علينا. انا ببال عليك يا ابن الكلب. ولا اركن انت اهو هناك. يلا طلع هناك يلا اقصنكم. مش انت المذيع اللي خبطت الواد اللي جوه؟ ايوه ايوه. ادي لي بطاقتك بسرعه. تعالى ورايا. بتجري بسرعه بالعربيه ليه؟ الو النجده؟ من فضلك عاوز ابلغ عن حادثه. حادثة عربية. اسم الجاني شريف ناجي عزيز اندر ايه؟ اندراوس. معلش يعني دي مش هقدر اقعد معاك. اصل مصطفى والولاد مستنياني. هكلمك بعد الماتش. ماشي يا حبيبتي. ارسي يا مولي تعبتك معايا. خلي بالك من نفسك. حادثة يا باشا. حادثة ايه؟ حادثة عربية والمصاب واللي صدمه في المستشفى. اطلع على المستشفى اعمل محضر وهات لي اللي صدمه. يلا. حاضر يلا عشان قفلت يلا. ولكن سوق العملاقي طلع فيا. سوق العملاقي طلع على اكبر فيا. يلا يا مصر يلا بولادك. يلا يا مصر يلا باجيالك. يلا يا مصر يلا بحسن شحاته. ممكن يلا يا مصر مر يعني بزكي او بالله عم عمل كده. ما زلت عندي الامل. ما زال الامل يروجني افريكا. عاوزين فرصه. صدمه في الاكسدام الامامي دي برضه بتعمل حاجه. يا بيه انا ماليش في الكلام ده. انا ليه في اللي شايفه قدامي. الكلام ده تقوله للباشا الضابط في الاسم. اتفضل بقى معايا على الاسم. وعلى فكره انا كان المفروض اخدك على الاسم ماشي ونسيب العربيه مكان الحادث عشان معاينه النيابه. ليه بقى ان شاء الله؟ انا قلت بقى ما دام العربيه كده ولا كده ماشي في مكان الحادث يبقى اوفر عليك المشوار. كتر خيرك يا بيه. انا شايف ان احسن حاجه انك تراضي اهل الواد عشان يتنازلوا ويا دار ما دخلت شر. ازاي يا بيه؟ الواد بان عليه غلبان واهله هيرضوا بالقليل، بس اهم حاجه انك تراضيهم قبل ما النيابه تدخل في الموضوع عشان البهدله. وفي مرضوش ما يردوش. ما يردوش ازاي يا بيه؟ دي الفلوس تلين الحجر. بس اهم حاجه يا بيه انك تراضيهم قبل الواد ما يموت. وطبعا ما تنسانيش بقى في الحلاوة. طبعا ما تولع علينا يا بيه الراديو، يمكن يكون ربنا رزقنا بجون. الاستاذ اللي خبط الواد اللي في المستشفى واللي بحاسب دم التلفزيون. معلش مش انت شريف ناجي؟ والواد عايش ولا ودع؟ عايش يا باشا بس مسورق. اما اللي عرفته ليه امره ازاي؟ اصحابه قالوا للاستاذ لحظه وقوع الحادث. حصل؟ اه حصل. طيب روح هات راجل. مفيش في الاسم ده غيري. متبرطم بتقول يا زفت. بدعي للمنتخب يا باشا. طب يلا يلا من هنا. وانت حضرتك ممكن تتفضل شويه هناك. ايه يا كمين؟ اتفضل. المهم
وعلى ايدي ومش قايمه. طب انا مش قايمه ومش مروحه بيتك، مش همشي من هنا غير لما يكون عندي شقه. طب وطي صوتك يا عادي واقول. قومي يا معلم قومي. ايه ده؟ من البيت ناديه. شفت يا عم حقك جالك وجات عندك اهو. تعالى هنا انت رايح في ايه؟ يا ابني انت مالك ما تسيبها بقى عشان تتربى. قومي بقولك ازاي ما اوعى والله العظيم يا حضر بس من عندي. سليم لو سمحت ما تكلمنيش كده قدام الناس، بتكلم كل البلد كويس الا انا. سوري يا نادية، سوري. يا عم خلاص، انت يا عم الحبيب لازم اعرف انه بره. خلاص تعال تعال، انتوا ما تفطروش في حته ابدا؟ عندنا قلت لك الاول ما نفسك. السلام عليكم يا رجاله، محدش شاف رجب السايس؟ خير يا حرصوف. ليك حفيد اسمه علي؟ ليه حفيد اسمه زيف. عايزينك في الاسم. انا مش هضمنه المره دي، خدوه ودوه الاحداث يمكن يتربى. يا سيدي عمل حادثه، خبطته عربيه. هتعرف في الاسم. يعني علي موجود في الاسم؟ يا سيدي علي في المستشفى. ده مدام في المستشفى، ايه اللي يوديني الاسم؟ يا عم رجب دي اوامر الباشا الضابط، اخدك معايا على الاسم عشان نعمل المحضر، وبعد كده بقى هو يبعت معاك حد على المستشفى. ما اروح اكمل محضر واسيبه مرمي في المستشفى. يا عم ده يا عم رجب دي اوامر الباشا الضابط. تعال امسك. نعم رجب. انت ردي فيك النفس تاني يا علي. انا زي الفل. انت كويس؟
العربية خبطتك ازاي؟ يا عم ولا خبطتني ولا حاجة، ده انا نطيت فيها. نطيت فيها؟ أمال فين فلوس مالها؟ فين حتتها؟ فين حتتها الحكاية؟ ولا شربتها أنت والهلافيت اللي زيك؟ لا صبحت جاي على لسه بتاعي. طب أنا هبلغ عنك الحكومة يا ابني، تديني الكلام يرجعوك تاني للإصلاحية يا معلم. اسمع يا عم ما تعليش صوتك. إيه معليش صوتك؟ سيبك الكلب ده هجيب لك صبوخات عندك من تحت ومن زباش. اقعد بس روح. اقعد يا ابن الكلب. اقعد يا رجب، معلش أجب. اقعد هجيب لك سبوب أنا. مش أنت عايز فلوس؟ هرجع لك فلوسك وفيهم كمان قرش حشيش. إزاي؟ بص بقى أنت تطلع الاسم بسرعة قبل ما يجي الدكتور يكشف عليا ويقفل ستيتا. من كده كده رايح الاسم خفيف، لازم المحضر يكمل. محضر ايه بس؟ انت تنزع من محضر ده كمان تطلب تعويض. بس ايه، انت التلت وانا التلتين. ليه؟ هو كده مش انا اتخبطت، مش عايز هنيجي الدكتور يكشف دلوقتي. ماشي ماشي يا ابن الحرامية. حبيبي يا ابن الحرامية. مش خلاص يا عم رجب؟ سيبني بقى، مش كده ما اشوفوش تاني. خلاص هسيبك تاني شوية. جبنا جون. تمام يا باشا، روح اقعد هناك دلوقتي. روح اقعد هناك دلوقتي. لو سمحت ما في ايه شريف؟ بتعمل ايه؟ وقت ولد صغير بالعربيه. والولد جرى له حاجه؟ بتعملي ايه هنا؟ انا جايه عشان ريحه. طب ممكن اجري تحت كمان شويه؟ اتفضلي اهو. بالظبط. يلا خلاص اتفرج على الماتش. على طول تاني جيرمي جاي في الجبل يمنى، هو صغير ايمن. يلا يا احمد يا حسن. حسن تاني. ادخل بالكوره. ادي احمد. ادخل بالكوره. زيدان عندك. يلا يا زيدان. يلا يا زيدان. يا زيدان ادخل على الكوره. عارف الواد زيدان هو اللي لعيب. والله عديت الفلوس. طب اخلص بس ثانية واحدة. اذن حضرتك يعني موضوع ريهام وحسن. لا 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 خليهم يروحوا خليهم يروحوا. ازاي يا عمر بيه؟ لازم تعمل لهم محضر تحايل. انا شايفهم. ما تيجي تقعد مكان احسن. سيب اسمك ورقم دلوقتي وامشي من هنا. يلا وانت اتفضلي ادي البطاقة. امسكوا بطايقكم. تاني مرة ما تبقاش تاخد راحتك قوي في الشارع عشان ما يجيش امين فاضي يطلع عقده عليك. اتفضل. متشكرين قوي. اتفضل. سيدي زي كده مش عارفه اقول لك. اكلمك تاني. يلا يلا يا ريم. يلا وانت عديت الفلوس؟ مظبوط يا سعاده البيت. طب اخلص امضي هنا. معرفش امضي يا باشا. ابصم. حاضر. وانت يا استاذ شريف اتفضل امضي هنا. بكره الصبح تبقى موجود هنا، انا هسيبك على مسؤوليتي. شكرا. خدي بطاقتك. شكرا. وادي اخويا امسك بطاقتك اهي. ماشي يا باشا. مبروك. شكرا. مبروك على ايه؟ على الفوز ومصر وكده والماتش. الله يبارك فيك. اتفضل. مبروك. مع السلامه.